الحقيقه انا بشكر كل اعضاء مجلس النقابه اللي فتحوا في باب النقابه لعرض القضيه دي في البدايه. لابد ان احنا انا اعتقد ان الخطوه لازم تفتح من داخل الصف الصحفيين. اللي يجرى النهارده هو شان نقابي باقتدار، هو مش بس عشان موقعين واخدين ترخيص او شركات مصريه، هي فكره المصادره بالاساس. يعني احنا امام استمرار لفكره المصادره دي، ما بقتش النهارده، بدات مع مصادره اعداد من صحف يوميه، بدات مع رقابه بتفرض داخل المطابع على الصحف، وبيتم وقف الصحف ومبادله مستمره. ده معناه هو سياسه لفرض صوت واحد ولكتم اصوات. الخطير في هذا الموضوع هو تاثيره كمان على الصحفيين العاملين. احنا لدينا مئات العاملين في المواقع، اعتقد ان ده ممكن يمتد لاخرين. الصمت على جريمه بهذا الحجم النهارده معناها ان تدفع ثمنا اكبر غدا لما الناس صمتوا على فكره مصادره اعداد من الصحف. ده تم دفع الثمن في صوره مصادره مواقع كامله وحجبها تماما. الحجب ده هو اغلاق، هي جريمه حقيقيه في حق عدد كبير من الصحفيين. الحقيقه هو لا ينفصل ابدا عن سياسات طويله. المفاجاه النهارده بالمناسبه الناس وهي بتتكلم على ايه السبب، الاستاذ بكر محمد احمد طلع على الجانب الاخر واعلن سببا. يعني هو تكلم عن ان في ثلاث مواقع لهم سبب وفي ثلاثه بندرس السبب بتاعهم. قال ان احنا امام امر قضائي لثلاث مواقع وحددها بالاسم، اللي هي دي ان نيوز والبورصه ومصر والمصريون، وامام لجنه ستشكل لدراسه اوضاع الثلاثه مواقع الاخرى. الحقيقه القضيه ليست فقط ثلاث مواقع او ست مواقع او الشكاوى التي قدمت، القضيه هي سياسه كتم صوت الاخر. القضيه هو ما يجري مع صوت الشعب، القضيه هو ما جرى مع البوابه ويوسف في يوم من الايام، القضيه هو ما جرى مع صوت الامه حين تم وقف طبيعتها في لحظه من اللحظات، وما جرى مع الصباح، وهو ما جرى ايضا مع المصريون وفي يوم من الايام. القضيه هي اننا امام نظام يرفض كل هذا، وعشان كده انا اظن الحركه الان ربما ترتدي ثوبا اهم، هو ثوب الدفاع عن حقوق عاملين، ثوب الدفاع عن استثمارات حقيقيه يتم اغلاقها الان اما ظنا او اما بتحريات ضابط مباحث او بشكل اخر من الاشكال. علينا على الصحفيين مواجهه ذلك، ولذلك الدور مش بس دور اصحاب المواقع اللي اتمنى ان هم كانوا يعلنوا حجم المشكله قد ايه قدامكم. الدور توصيفنا للموضوع ده والقرار ده بانه جريمه متكامله الاركان، ده جريمه، ولا احساسنا بانه خطورته في انه سابقه ممكن بكره لو مرت من غير مقاومه حقيقيه تروح للصحف المطبوعه ولوسائل الاعلام المرئيه، نبقى في البلد ده قاعدين مش عارفين مين بياخد قرارات اللي بتنظم شؤون عملنا. والاهم هو اللي قاله استاذ جمال ان السابقه دي معناها تشريد مئات من زمايلنا اللي بكره مش هيبقى لهم عمل ولا دخل. واظن ان هو ده صلب العمل النقابي بعيدا حتى عن قضايا الحريات اللي احنا طول الوقت بنتحرك فيها. صلب العمل النقابي هو حق الناس بانها تعيش وتاكل وتشرب وتشتغل، وهو القرار ده الضربه الرئيسيه اللي وجهها لمئات من زمايلنا اللي بكره هنلاقيهم جايين قاعدين هنا في اللي حصل ده لا نقدر نفسره وفقا لحاله الطوارئ، ولا نقدر نفسره وفقا للاجراءات الطبيعيه. يبقى هو شيء مش مفهوم، علينا ان احنا جميعا نتكاتف ان احنا نتصدره، لانه بهذه الطريقه احنا بنقفل كل الابواب اللي بيدخل منها الشمس والنور والهواء، وده خطر على الجميع. هذا موضوع خطير جدا، هذه الظاهره غير مسبوقه، لم تحدث في تاريخ مصر ان تم اغلاق كل هذا العدد من المواقع الالكترونيه. هذا القرار ضد حريه الراي، هذا القرار ضد حريه التعبير. هذا القرار من وجهه نظر شخصيه، وكنت بتكلم مع زمايلنا اعضاء المجلس حسن عمر من يومين، بقول له احنا طول عمرنا بنقول في نقابه الصحفيين حريه الراي والتعبير، لكن في هذا الموضوع انا بقول مش رقم واحد حريه الراي وحريه التعبير، انا رقم واحد عندي تشريد المئات من زملائنا الصحفيين.